قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا براهين واضحة جلية تدل على ضعف وعجز هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، فكيف يعبدون؟ قال: ما لا يخلق شيئا، هذا برهان ودليل على ضعف هذه الآلهة. وقوله عز وجل: ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما هنا موصولة، وإذا كانت موصولة فإنها تفيد العموم، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق شيئا. ولذا قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حتى لو اجتمعوا، والذباب من أحقر وأصغر الحشرات. بل قال عز وجل مبينا ضعف هذه الآلهة: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال بعض المفسرين: الطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود، فكلاهما ضعيف. ثم قال تعالى: لا يخلق شيئا، لا هنا نافية وليست ناهية، فنفى عز وجل أن تكون هذه المعبودات خالقة شيئا، ونفى الخلق عن هذه المعبودات، فدل على أن الخلق قد تفرد به عز وجل. وذكر الخلق هنا من باب إلزامهم. كيف؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، ما جوابهم؟ جوابهم الآلهة؟ لا، ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. فهم يعتقدون ويقرون بهذا، فوجب عليهم أن يصرفوا العبادة لله عز وجل ولا يصرفوها لهذه الآلهة العاجزة. فقوله تعالى: ما لا يخلق، يخلق هنا جملة فعلية لكنها بصيغة المضارع، والمضارع تفيد الاستمرار والتجدد، فدل على أن هذه الآلهة لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا في أي زمن من الأزمان أن تخلق شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتعه، فهذا برهان ساطع على أن هذه الآلهة لا يمكن أن تخلق شيئا. وأوضحت الأدلة أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا حتى الذباب.